لكم عن مين نقدر نلعب لعبة فري فاير. النهاردة هنخش جيم كلاش الجيم ده زي ما قلت لكم هيكون روعة مش زي اي جيم تاني. توجه لممر جيد، اتبعوني. النهاردة بقى هتسيطر على العدو، لازم لما يجيبوا اي نقطة. يا صاحبي تيجي جنبي. النجدة فرست بلاد دبل كيل. المرة دي يعني موت. تم رصد العدو، ناخد دي الفرق مهمة جدا. المرة دي عم نجمع فلوس اكتر هنجيب حقنة. الحقنة انا ده خلينا لو موت اصحى تاني. المهم بس نبدا الجيم. بدانا. انا بقى خلاص توجه لهناك. صاحبي مات، اعرف اجيب اللي موته. في طبق نار، في حد بيموت حب. توجه لهناك، هجيبه القناه. First blood. بس ما أصل يضرب نار ثاني. المود الأول سنتوف هذا الاول. برضو الجيم ده برضو كان دي الحن اللي كلمتكم عليه، بس بتاخد فلوس كتير قوي. بناخد سلاح على قدنا عشان الحقنة دي هي اللي بتصحينا، فبتاخد فلوس جامدة. هنمشي اول حاجة من هنا وزي الاول برضو نطلع فوق. مش عارفة الآن ليه من الدور دي، بس هنا حتة باينة. واحد هنا فين دايما الولد ده بيموت، مش عارف ليه. هما فين؟ حن حن شايف والله قدعت. واهدي ازاي انا كده بتحمس كده اتحمس وهجيب لهم بعدي. المرة اللي فاتت انا جبت دمت. بص كنت انا كان هم تلاتة زي دلوقتي وكسبتهم، كسبناهم برضه. فوصل بسرعة ل50,000 لايك عشان نقدر نكسب الجيم ده. بس ده بقى قوي.
First blood. Flag beer. دلوقتي هم اللي مسكين. النجدة. Thanks. كثير كده انا ما الحون من اللي كسب احتراف اعتراف والله. نخش جيم تاني ونشوف محاربين ومستذبين. صار ده اكتب له في التعليقات الحاجات دي انا استفدت بيها بايه. السلاح غير منين انا عايز. هنبدأ جولة ثاني. بص راس الكلب الذئب جامد ده. المرة دي لازم نكسب يعني لازم. لازم ننتبه من بعض لازم قوي. وهنزل لكم كمان فيديو براح شوي بسم الله ما شاء الله. عشان نختار الحونة دلوقتي عشان ما عناش فلوس قوي المرة الجاي. وهنزل لكم كمان فيديو. ايه يا عم هو في ناس دلوقتي خلاص تستخدمي انت كمسك مصالحين مش تريس واحد تاني. بص بقى الحركة دي يا شباب. بسم الله محدش مات اللي عملت ايس هم كلهم خلاص. قلت لكم هذا رشاش بس برضه مش هنقدر نكسب ناخد توجه لهناك للاسف. بس المره الجايه كده كده توجه لهناك خزنتها توجه لهناك تمام يعني
طبعا هما هيجوا من هنا، هنلف لهم بقى بالظهر، هنلف لهم من الظهر عشان محدش يعرف يجيبنا، عشان ساعات هما بيجيبونا من الظهر بقى. الاستراتيجية مصر. استنى فوق جولة واحدة بس. دي وقتي بقى نشتري ده على دي. توجه لهناك بالدخان. الموارد هنا. ثانكس. إذا كنا المرة دي محترفين جدا فيستحيل كل شيء. في صديق مخش معايا ندخل ممكن ما يدخل يدخل معاه في الجيم، فأحسن لنا نخش معاه في الجيم. واكتبولي في التعليقات برضه الكلب ما يجيش معايا ليه، عشان المفروض يجي معايا في أي جيم بدل ما أنا جبته. الفرقة دي بقى زي مرة اللي فاتت، بتحس اللي هي زي مرة اللي فاتت أساسا. ممكن التانيين يبقى فريق زي مرة اللي قبل اللي فاتت. بصراحة علينا عارفين يعني. النجدة. دبل كيل. أبا. هم عارفين برضه. بس مش على قدنا برضه. عايزين العيال دول ما تشغلوا دماغهم. عمل جيد. نقدر نكسب. عمل جيد. يا جدعان خلاص تتعود السيرو اللي باب دي مش مفتوحة. واحد بس
ده واحد عمل جيد. First blood. متعوين قوي. ايوه كده. لا قويين قوي يعني قويين قوي. بيرقص. انا هعلمك الارض هعلمك الرقص دلوقتي الرقص. ده بقى السلاح اللي بيكسبني فيه. نجيب ده والله يا ربنا يرحمهم بقى لو بالسلاح ده. مين اللي بيضربنا يا اساس بنضارات ده مش عارف يعمل حاجة ليه؟ خلي بالنا الاول انا جايبه من ورا والله. ابي اخذ نفس. بص يا انا اتنصبت يعني. الموارد هنا. بس الحمد لله. النجدة. عندنا. عمل جيد. الحمد لله. عمل جيد. ايوه كده. عايزكم تبقوا كده بقى. Thanks. مرة اجيب السلاح مرة جاية نجيب الحقنة. تم رصد العدو اتبعوني. مين الحدث ده؟ مرة هنا نفخر يعني double kill. طلع لين يلا بس نحاول. عمل جيد. ناخد الحقنة بقى. عمل جيد. مش عايزين ايه تالت نال دخان فير بس مظبطين نفسنا ومظبطين حالنا كده بقى كده بقى نقدر نموت بس انا مصدين بس مش علينا بقى المرات ما تم رصد العدو
نجدة. عمل جيد. Thanks. Help. ناخد حملة تاني. حملة بتفيدنا. اللي عادي يضرب. طيب لا موارد حتى. ناخد واحد. الموارد هنا. الموارد هنا. جرب ده كده. المهارة تقيد التهدئة. شكلهم جيم مور. لا لا صحاب. النجدة. وراح فين؟ ضيع علينا وقت والله. تريبل كيل. ايس. اوه لا ده قوي. اوه كده ده تقلق بقى. القلق بقى فيه. اخر الفول. اخر واحدة بس. واخد حقن. بس ما ينفعش اخد حقن. توجه لهناك. First blood. النجدة. Double kill. عمل جيد. Double kill. زي مرة مرة دي شغل عالي. مش مو. Triple kill. موتنا. حلو قوي الحاجات دي. موتناهم في اخر حاجة. اطمنت قوي ده في اخر واحد. القطار واحنا هم شوية صغيرين واحد. ونفسي اعرف هنجيب السلاح ده ازاي. عايزة اجيب السلاح كده. طبعا النهارده انا في حد هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى باللايك. يلا سلام.